السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كتقيسو مزيان؟ امورها هانيه؟ اوكي، جاتني البيسه، جات لها نتوما خوتي. ها ضربه لكم اديتاس اليوم. شوفوا الصبر ديالها نتوما ديال الشتي. يا سلام، بالنسبه اللي لبست الصبر هزيت غير الساكابو ديالي تا هو سبورتيف. ايوا خوتي، اليوم قلت لك على الزنقه لا بسقيتي بفيزا. دابا الضو خلينا اليوم شاعل. ها هو يلا دنيا تكلمي. ها ايوا ها هو اليو ايلي. المهم اخوتي باغي صافي نقول لهم دابا وليداتي عندي تكلمي مع الدروس. المهم اخوتي بلاتي نقول لهم اليوم اخوتي غادي نديكم معايا لكاس البلاطا. غادي نمشي اخوتي باش نشري بيت نعاس حتى بيت نعاس اللي عندي انايا صدقت الله يقبلك معاك انا كنصدق شريت كنت شريت غير بيت نعاس عادي ماشي شي بيت نعاس عادي على قد الحال وعلى ما كنت كنديباني بيه حيتاش كنت بغيت واحد بيت نعاس في الخيال ديالي انا بغيت ولكن هذا داكشي قال لي يا اختي ما غاديش نقدر تشاري كاوي قال لي انا صافي لقيت شلا بيت يعني شلا بيت نعاس كاينين بزاف اللي زوينين المهم شو يشوفوا معاه قال لي شي واحد اخوتي فيه الدواء وداكشي خاطئ شوفوا معايا دابا باش تشوفوا باش تشوفوا اين واحد غادي نختار وغادي المهم نقدر نمشي ندير شوبينغ عاوتاني نمشي لشي حوايج بغيتهم يلاه خوتي خليكم معايا غادي نهبط في الدروج ويلاه معايا في الدروج شكرا خاشاتي اليوم الشوايع الشوايع هذا ما يهضر انا لا لا دخل نعم شكرا ما شربش الماء اللي قلتي لي شرب نتي نتي دوزي دوز واحد يبوطك دوزي واحد ياك يركبك دوزي سرب يلا سرب سرب انا سربت قرعة وانتي ما شربتي والو طويل على قرعة متلجة كتشرب انت واقف بحال الباعي لا لا شربت وانا واقف شفتي تتعيري فيا واخيرا لا اخر واحدة عيرتني لقيت راسها مدفونة باقي كاع ما وصلت لها زيدي زيدي زيد جا الطيارة ماشي ما كاين قدك شمكيرة دوز راه غنضربك زي ضربة ايا الزين اختي تدي زيت هادي مو تحبيبو خلي لي الزين دوز دوز بغيتي دوز دوز انت طنقة في ودني تي تي قدام كيفاش ساعة انت شنو كتعاود واش كيفاش انت ما غنوريكم كيفاش دوز ساعة واش تديرو لي ها تدورو تدورو مسكين ما عرفش يدور نعلمو الدراري الصغار اللي كانوا يتفرجوا تديرو لي ها 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 تحيدو دابا دابا شوفو انا كلو انا كلو اري على نوري واحد القضيه عرفتي عرفتي حنا شنو دايرين اليوتيوبر شوف شو شنو دايرين ها عندي محليت وخاصني نحل بهادي ميتحنت شي ميتحنت ها وكتبقى تعود فيه الا ما كان الساروت ما غاديش يتحل لك غادي نزيدو شي شبك هنا ضروري ودابا الله سديتو دابا وضروري خاصكم ديروا هاد العبده الان شوفوا صافي شي الله يلا تفضل زيدو يلا هبط انت صافي حتى شي وعليكم السلام بصي انت تكركبي تكركبي دابا قولي ليا واش مخلي الفيكساسيون مخلي الدنيا وبس ايه والله ما هزيتها صراحه ما كنمشي نكدا طويله زوينه نديروها زوينه وطلع جيبه صافي زيدي قول لهم خليكم معنا تمشيو خوتي خليكم معايا فنيا بعدا نمشيو وليكم يلاه واش نقول لكم اخوتي يلاه عندنا واحد الدراري صغار هما كان يتصوروا معنا جاوا جا الدري تسغلوا حيت زوخي ما تصورش معايا شوف عليك مسكين خليه يتصور ما قال لنا اختي انا بغيت نتصور معكم انا فاتي بقيت كرفوها قال له صافي اجي اخويا قال يجي 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 قال لك جيب المود ديال الدار الدراري الصغار ماشي شي واحد السايبين يجي سبحان الله قال لي دير لنا شي فيديو في الحومه
ونتصوروا معكم حتى مرحبا بكم حتى شنو اخوتي ندير لكم شي فيديو مع ولاد الحومه ايوا المهم دابا اخوتي حنا هابطين ما عرفتش دابا انا خصني كنبدا نحسب كنبقى خصني ضروري ندير معكم فيديو عرفتيش علاش باش اخوتي من عندنا واحد الهبطان شويه هو كنغير عندي ما مكاتب ولا تحصل لي الشعر لا ضروري البرد المهم اخوتي ما دابا حنا هابطين فواحد الطايه الخلي هنا اخوتي في هاد الحومه هادي والله الا اخوتي لا ما كاينش وما كاينش فراله والو اصلا طنجه كامل ما لا هنا لا في هاد الحومه هادي الناس اخوتي دراوش والناس طيبين وكل واحد داخل سوق راسو لا دراري لا بناء كلشي كلشي يعني ما تبقاش الدري يقول لك شي كلمه خايبه ولا يسبك بالعكس عقليتهم عقلي عقليتهم اخوتي بكل بنادم واعي في دماغه ماشي شي وحده اللي ما اللي زعما ما واعيينش دابا تقولي لك كنا في كازو غادي انا وياك كنخليونا غادي لا كازا وفاز فاز ساهو زيدو عليك شوف طنجه خويا هي النمبر وان انا كنقول انسان السلام عليكم سلام الانسان اخوتي اللي معروف ومشهور زعلهم في الفيديو يعيش في طنجه احسن اللي غير يلقى واحد الامان في الناس كلاس راه حتى اللي كيديروا الشوهه كما كتقولوا انا والاحساس كنديروا الشوهه راه هنايا شي شوها حيت عقليه اوروبيه فهمتوا هادشي اللي عطا الله هو دابا اللي تيصور فيديو شحال شحال هذا خوتي فاش ما كنتش دايره الشوها وبنادم كان كيسبني وانا ما دايره والو كان كيبقى فيا الحال كنقول ولكن دابا خوتي ملي بنادم كيسبني وانا دابا دايره علاش نتسب واخا انا ما دي هذاك الشيء اللي كتقولوا انت غير داك الشيء نتوما اللي تتقولوا انا اللي كندير وانا ما تندير والو عادي مقزب كلشي كيلبس العرا كلشي كيشطح كلشي كيعوم بالدوبيات كلشي هادشي هادشي عندكم نتوما حتى التخلف كتعايروني ما كيبقاش فيا الحال عادي علاش حيت الحمد لله ما كنتعرش فابور وما كنديرش اي شوها فابور بالفلوس بعدا على الاخر بالفلوس اما شحال كان كيبقى فيا الحال هادشي انا صافي هادشي ما كيتصورش شوف كيما درتي ليهم وحده شوف وحده غيشبك انا نوريكم غير واحد القضيه انا اللي كون جبت معايا الفيكساس يا صاحبي دراتني انا اخوتي نقول لكم واحد القضيه انا كندير اللي بغيت ودابا غير فضلكم دابا انا فاش كندير مثلا بلاتي بلا نضرب واحد الكام دايره فيديو سانك سانك هذا تتزلط سي 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 كيتمشى واحد المشية ما نعرفش ديك المشية ديال داك خايب لا عطيك نضرب واحد الزلقة لا لا ما كانوا شي دراري بقاو كايو موتو عليهم شفت السفينة فين؟ راه هي راه ما شاء الله فاش بقيت نعاود فاش بقيت فاش بقيت دابا بغيت نسولكم دابا ماشي نسولكم بغيت نقول لكم واحد الفكره دابا انا بادم تيطلع عندي في التيك توك انا كندير لايفات في التيك توك وعادي كنلبس العرا كنلبس الشورت والصفيط ما عادي كنبان انا هكاك دوك ولبس كما تشوفوني كنلبس اوكي كيطلع كيبداو عليا التريد دابا بلادي ها هو دابا تقريبا من العيد من رمضان وانا كندير لايفات كيبداو عليا بلا ما يمشوا وخا رمضان ما كنتعراش كيقول لك دايره فالو واش بنادم وصافي غير قال لي داك الانسان ديري هذاك الشيء صافي انا غادي نوض ندير اولا بحال دابا وحدي في لي كومونت كنلقاهم غير بالصدفه قال لك شحال وحنا كنسبو فيك وكنعيروا فيكم وانتم مازالين كديروا فيديو كنت انا في بلاصتكم كون كاع ما بقيت كندير فيديوهات ودابا الا جيت ندي عليك انت اللي قاس كتسب وكتعش شنو غنيط منك انا ورا بداك المعيار ديالكم انا باش كنطلع راه بداك السبان والمعيار ديالكم انا باش كيطلعوا لي لي فيديو داك المعيار ديالكم انتم اللي كتعيروا انا كنشد فلوس دونك شكون اللي خاسر انا ولا نتوما نتوما كتعياو تسبوا كتعياو تعايروا انا ما مسوقاش لا ميم شوز عادي ومشي شريت المايو وغنمشي نعوم فيه في البحر وغندير لكم فيديوهات عادي يلا انا بانك عليهم ها نتوما خليني نهضر ماشي شغلك شد اخويا تسكاد وعيط فين كل شيء سمعتوني اخوتي انا عادي كندير داك الشيء اللي بغيت واللي كيقول لي يا راسي واي حاجه غادي تجيب لي الفلوس وغادي تدخل لي العاقه انا غادي نديرها عادي ولكن انا ما تنديرش شي حاجه عادي داك الشيء اللي كيديروه الاخر كنديرو انا الا حاجه وحده عندكم السبان اولا نتعاير مع شي وحده اولا نتساب مع شي وحده انا ما كنديرش داك الشيء علاش حيت اخوتي انا داخله سوق راسي وجا بغيت نتعار كنتعاري انا مع راجلي فقط
مالي كترشق لي كنضرب انا وياه كندير فيديوهات كنطلعوا للعاقه بوان فينال. انا كنقول لكم شوفوا انا راه كنقول لكم الصراحه انا وراجلي فاش كان انا وراجلي عمرنا ما ضربنا وما كناش عارفين غندخلوا الفلوس. علاش انا نقول لكم علاش؟ حيت دابا انا كنتعصب وكان مرض. انا كنقول لك انت باغي تضارب معايا وباغي تساب وغادي نتفارق حيت كنت بصح راه داكشي اللي كندرو بصح راه ماشي حيت كنمثلو راه ماشي حيت كنمثلو بصح كنضاربو. وينو وينو شمشم كيوت باهي هو فهمت اخوتي يعني انا وياه كنضاربو بصح ماشي كنمثلو عليكم قواوا شتو مشى لعند العدول وبغى يطلق وبزاف يعني داكشي راه بصح كما كان شي يعني انا فاش كنقول له انا فاش كنبغي هو كاع فاش كيبغي يدار معاه واش نتعصب انايا فابور نجيب انا بصحتي على الاقل بعدا حتى الله يحفظك شكرا على الاقل بعدا على الاقل بعدا الطاوله ونديروا مثلا تفارقت انا وياه حتى شنو غادي نستافد من هذا الفراغ كامل على الاقل بعدا بداك الفراغ ديالي مع احساس نطلع اخويا القناه ديالي ونطلع الليفي ونطلع المشاهدات وبزاف ديال الحوايج نستافد بعدين انا الاخرين كيضربوا غير بالعاني ومطلعين العاقه وانا واحساس اللي كنضربوا بالصح نحشيو صبع راه ما يمكنش اخوتي حنا عندنا نيشان نيشان عندي هكا هكا سالات الهضره المهم اخو انا غاده انا غاده كيقول لي ما تبقايش كيقول لي احساس ما تبقايش تعاودي. المهم اخوتي نخليكم دابا غادي نمشيو نشدو دابا طاكسي تنوصل لكاسابارات ونقول لكم شنو غادي نقول لكم انا اخوتي علاش كنبغي الطاكسي كتشدني الدوخه كتجيني اخوتي الرده وريحة المازوت اخوتي كيدوخني شوفو انا كنجلس وكنعطي راسي هكا ولكن المهم كنتكا مين كنجلس اخوتي كتجيني الرده وكتجيني الدوخه وحق الله ما عرفتش ضحكوني شي واحد قال لي خصك تدوني شرب المازوت ولا لا صح شوف تبقاش بابا سيبطوني السبيطار نيجا هذا المهم خويا دابا نوصلو لكاسا باراطا تنوصلو نوريكم يا نخليكم معايا غيتي فيا في الكاميرا خويا الله يحفظك وخا تبين مشكل نتوما دنيا تتاكل لا تتاكل التقاليد ديال الانزا ما بدراهم خلا كولو شوفو شوفو التقاليد ديال طنجة تيبو سميتو كالينتي سميتو كالينتي هذاك السي في سباريوني الله يلا وهي دار يا انت ما في كازا باراتا انتما خوتي اللي بغا يجي ياكل فين كاين اخويا انت راه باقي هذا السمع الجامع السعودي الجامع السعودي اخوتي البنات وتبقاو هنايا مرحبا بكم اخوتي راه ماشي في بريسيت راه حيت مسكين حتى الله فيا وصافي الله يسهل عليك انت لاباسك اخويا يلاه بيت يلاه خليكم معنا يلاه خليني نخليكم ندخل لداخل خليكم معايا اخوتي وها انا رجعت لكم اخوتي وجيت عند السيد المحل وعدتو غادي نجي فريمون انا فاش كنوعد راني كنوفي الله يحفظك اخويا انا غادي نوريكم عنده داك الشيء شي حاجه كحمق غنوريكم ولكن ما غاديش نقول لكم اللي اختاريت نتوما غتبقاو تكتبوا لي في اللايف واش واحد ولا جوج ولا ثلاثه باش اللي قالت صحيح وجاوبتها صحيحه عندي ليها واحد المفاجاه. ها انتم اخوتي شوفوا لي هذا ها انتم شوفوا المجال هكا وعاد غيجي مركب هذاك فيه الضو قال لي لا كنتي غتاخدي غتركب لك فيه الضو كاين هذا وكاين هذا بالكريسي تا هو ديالو ها انتم وكاين اخوتي هذا شوفوا الماريو كيفاش داير تا هو كلشي عنده مسكه ما كاينش شي ما بقاش دابا راه مد حلاكه حلاكه كلشي سكه وحتى هنا الا بغيتو ديرو تا هما فيه الضو عادي كيجي بحال هكا كتاخذوا بحال هاد اللعيبه هادي وكتركبوها هنايا كتشعل الضو واعر اخوتي وبالكوافوزات ديالو فيه جوج ابا الماريو الكبير ديال المرايا تا هو راه انا ميمشوش فيه مرايا كبيره وكاين هاد بلونش هذا اخوتي تا هو هو فيه جوج كوافوزات هنا اخوتي كيشعل الضو فيه الضو من هنايا وكاين فيه جوج كوافوزات والماريو هو هذا اخوتي كيمشي سكا فيه ال ال هانتوما هنا فين كديرو الحوايج هنا فين كتعلقهم ها الماريو الابيض انا اخوتي والله الا راني حط ما عرفتش شنو نازل وكاين عاوتاني هذا
كاملين كاع زوينين. أيوا حتى هذا زويون أخوتي فيه ماريو حتى هو هكا، وعلى حسب الديزاين نتوما اللي بغيتو، فيه هادو فيه جوج، وكاين هذا حتى هو ها هو، وكاين صالامونجي. شوفو شحال واعرة صالامونجي. واش هادي أخويا؟ واش هادي كطوة؟ ها كتطوى. هادي اللي كتطوى. كتزاد شحال داير هادي في الثمن؟ شحال داير في الثمن؟ 3000 درهم. ها. ها هاي. اوه هانتوما خوتي شوفي، يعني غاد تزرفت وخديت هاديك اللي عندي في الدار. الكراسي كديرين؟ كراسة عندها كاملين في الكحل. كراسة عندها صافي كتبقى غير هكا. والله إلا هادي واعرة الصراحة. جينا في الصالون خطيرة. واعرة واعرة. وخلاص كاين عاوتاني ها كاين ماريو عاوتاني كحل. كاين بزاف الأشكال. هما هادو شاعلين. ها هو هادو شاعل أخوش كيفاش كيشعلطو شوف. شي حاجة لا عندهم فريمون شي حاجة واعرة وداكشي زوين أخوتي. كي جاكم هادشي واللي خساريت أنا مالي. يلا خليكم عا باش تشوفو كلشي. ومن بعد اخوتي ما اختارت بثنات كنت بغيت ناخذ ضربيه، ولكن ما عرفتش انا شحال الحساب شحال ديال العبار شحال العبار غيبقى لي باش ندير ضربيه غير صغيره. قلت انا جيت باش ناخذ الثانيه ضروري الخاميه البثنات باش نكمل بثنات، بغيت نفرص بثنات يكون بثنات طوب بثنات واعر. واختاريت لي كولور، ولكن غنوريكم وانتم غتخيلوا كيفاش اللون بثنات انا اختاريت. اختاريت خامية في الباج، هانتوما الباج مرقي نوين بعدا زويو ما فيها دو فيها دو 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 بياس. غندير هدا الفوق باش غادي يخدم تكراش فيه تكراش ياك يعني حيت غادي نجيبو انا هكا هكا غادي هدا. اختاريت هاد الكولور هدا، المهم نتوما غتخيلو كيفاش اللون بتنات غادي يكون هاد الكولور. ابخي زدت معاها هذا، مبغيتش ناخذ شي حاجه سامبل، قلت ولا بد ناخذ شي حاجه فيها يعني زويقه باش تبان شويه، حيت بنت نعس عندي ميريكسانغو حيت البيت عندي في بحالها لا المهم بحال هذاك اللون هو هذاك هو هذاك هو هذاك هذا 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 غيجي لتحت وهذا غيجي لفوق ياك هذا غيجي لتحت وهذا غادي يزيد. وبالنسبة للعبة اختاريت إما غادي ندير طوبوكو أولا غادي ندير طوبوكو أولا غادي ندير سكا على حسب شوف طوبو هاني توهت الفيديو طوبو إما غادي ندير سكا ولا طوبو على حسب اللي غادي يجيني. إلا كانت عندي البيت نعاس من الفوق راه غادي تشد لي سكا غاتجيني خطيرة مكانش طوبو راهو غادي يجيني زوين. دونك ما عرفتش غادي ندير مغاديش ندير من الطرف حتى للطرف على حسب عندي الماريو عندي نقدر ندير غير الطرف اللي ليه على حسب ما عرفتش دابا واش البيت النموسي فين غنحطها اصلا يعني ما واش نحطها هكا ولا هكا نقدر نحطها في شي بلاصه على حسب الماريو غادي يجي هكا قبالتي. المهم اخوتي خليكم معايا نكمل معاكم الفيديو. ها انتم يا احساس كياكل تقريبا الحمص ولكن اخوتي المشكلة دابا انا جينا باش ناكل الحوت وكدا صافي لقيت كلشي سالا قلت اختي هادشي اللي بقيت السبع اخوتي راه بقيت كندور ونقلب على نعاود ليكم. بقيت اخوتي كنقلب راكم عارفين عارف ماشي غير اجي وشري بيت النعاس وفرشو وقادو فهمتي مع اخوتي خديت دوت على الخوامي راكم شتو بيت النعاس طبلة وزيد عليها خوتي مشيت خديتها باش نعبر لكم بغيت نقاد بيت نعس ندير فيه واحد الكليب باش نبقى ندير لايفات. وتابعني اخوتي شحال من حاجه وتعطلت تعطلت 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 واحد التعطيله وكنقول غادي نمشي ناكل الحوت وكدا وهادي وهادي صدقت اخوتي تعطلت. دابا انا بقيت بلا ماكله ماشي مشكل كنمشي للطرف ونطيب غير شي حاجه ناكلها ماشي مشكل خلي الاحساس ياكل التقليه بالدواره بالحمص وصافي تنمشي حتى ماكدو هنا في كاسا براطا ما عندهمش اخوتي وعاد نمشي انا ناكل ماكدو صافي قلت بلا ما ناكلو هنايا تنمشي ونطيب غير شي حاجه نمص بيها وصافي. يلا اخوتي خليكم معايا حتى نمشي للدار. بالنسبه لبنت نعس اخوتي قال لي تغدا عاد نجي نركبولك غادي نمشي دابا للدار باش نعبر شحال فيه من سنتيمتر باش اما ناخذ 1.80 متر
هنا ديال متر وستين، هي غالبا غيكون متر وثمان، حسيت راه عبر، وين نعاود انا العبار ونشوف. المهم باش تشوفوا ديك النعاس اللي خديت والفراش اللي فرشته وداك الشيء بزاف، المهم غتابعوا معايا كل شيء هكا حتى زدت. يلاه خليكم معايا انتم اخوتي، هادو هي زينة تتغدنا هاد المنكبات. هاو تيشوي هادو كاينين في كازا باراطا. هادي بلاصتكم يا، هادي بلاصتو ماما، هاي بانوا ليكم. انا هادي انا خديت كبيله هي فين هي، هادو هي بالك تاكل. ها انتم الشوايه كلشي خدام. تحيه لي فان ديالي في اكادير، تحيه ناس اكادير كاملين. ها انتم الشوايه عدوا المشوي وعدوا هذاك المسلوق. ها شحال ثلاثه شويه. انا الكبيله ديالي حتى انا نبدا. تحيه لناس اكادير، معاك من بركه نقول لكم الحمق الاسفان هذا. انا خليكم معايا. ايوا اخيرا دخلت للدار اخوتي تاعي عيالي مدلكين. مشيت اخوتي كما قلت لكم كلينه من بعد على ربي، مشيت خديت هاد الشعر، مشيت عاد مشينا كلينه باش نفرشنا موسيه جديده. ها انتما اخوتي خديت هذا لي دار واه فيه سانك بيساز، هاي مكتوبه بيساز. ها انتما هيك في اللون لي هانتوما يا خوتي جوج حلالي، وفيه باش نغطي وفيها خوتي الفراش. هو هذا ما يمتلك ان شاء الله باش نفرشو. شوفو كيفاش غادي جا، كيفاش كيجا خوتي تجي واه ناس صدمة كبيرة يا الناموسية. خليكم معانا تشوفوها. يلا السلام عليكم. المهم فيديو صدمة ديالهم كبيرة، ماشي ميميز غيوليو يتعلقو. النعاس وتركب بيت النعاس وتغير بيت النعاس في داير، وغادي نشارك معكم اخوتي كل شنو خديت بيت النعاس. كل حاجه دافعه فيها افونس اللي غادي يجوني، غادي بيت النعاس غنفرشو واعر بزاف ديال الكريسي بالطبيله. وتعرفوا الثمن ديالو شحال، صدمه كبيره. المهم اخوتي خليكم معايا في الفيديو اللي مور هذا باش تشوفوا المعلم غادي يغطي ليا نمسيا ويجيب ليا كل شيء. خوتي ملي غادي يكونوا غادي يجيو غادي نبدا لكم عاوتاني من ا حتى تشوفوا النهائي، واخا ما يكونش النهائي حيت باقي الخميه باقي بزاف الوقت، ولكن غتشوفوا النهائي بيت النعاس ابطل مور هذا الشيء عاوتاني. يلا خوتي السلام عليكم، تسناو الفيديو اللي مور هذا.